تغذيتك في رمضان مع جمانة. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم تغذيتك في رمضان مع جمانة. اليوم رح نتكلم عن تغذية فئة معينة لا يخلو البيت منها تقريبا أو العائلة منها، تغذية مرضى السكر. تغذية مرضى السكر في رمضان، مع حلول شهر رمضان من المهم لمرضى السكر الاهتمام بصحتهم والذهاب وزيارة الطبيب لتحديد كمية الأدوية اللي هو بياخدها وتغيير أوقاتها. حطوها حلقة في إذنكم إذا عندكم كبار السن وعندهم مرض السكر، يفضل إنكم تاخدوهم للطبيب عشان خاطر يغير لهم وقت الدواء وكمية الأدوية، لأنه في رمضان إحنا بنتعرض لصيام فترة طويلة، فمهم جدا لمرضى السكر إنه ينتبه لهذه النقطة. مريض السكر يقدر يأكل كل الأكل، مو معناه أنه يأكل كل الأكل معناه أنه يأكل الأخضر واليابس، لا، مريض السكر هنا يحتاج أنه يأكل كل الأكل ولكن يقنن كمية الأكل، يعني يأكل من البروتينات ما يحتوي أو يساعده جسمه، خاصة إذا هو مريض سكري متوازن من غير إضافة أمراض أخرى. يعني ننتبه إذا هو ما عنده فشل كلوي، ننتبه إنه ما عنده ضغط، ننتبه إنه ما عنده نقرس. غير كده مريض السكر مهم جدا إنه ينوع غذائيا، يأكل من الخضروات أكثر من الفواكه. نعم مهم الألياف بالنسبة لمرضى السكر، خاصة للخضروات. الخضروات عندنا دائما مؤشر السكر فيها منخفض، لذلك مهمة لمريض السكري إنه يتناول منها كمية كبيرة. ننتبه إنه مريض السكر يعد جل في الإفطار، لا تتركوا مريضة السكر يتأخر، يعني خلاص فطر، مو ضروري إنه لازم نأخر للإفطار، لا خليه يفطر فطوره اللي هو موية مع تمر أو رطب، مع تحديد كمية الرطب حدك واحدة إذا ممكن تكتفي بيها أو ثلاثة ماكسيمم بزيادة إذا أنت بدك تأكلها، مع مراعاة السوائل اللي هو يشربها. يبدأ بالشربة، يبدأ بالمنتجات اللي فيها بروتينات بحيث أنها هي يتناولها، مثلا حمص مع الخبز. نحاول نبدل الخبز لمريض السكر من الخبز الأبيض إلى الخبز الأسمر الكامل الحبة. يفضل إذا إحنا ممكن نستغني عن الخبز الكامل الحبة تحويله إلى خبز الشوفان الخفيف الرقيق. ليش؟ إيش السبب؟ لأنه الألياف بتساعد على تخفيض السكر عندنا، بينما الكربوهيدرات البسيطة تزيد عندنا من السكر ويصير عندنا لخبطة، وممكن إنه يحتاج إلى مشاكل صحية، يحتاج إلى أدوية، وإحنا نبغى نخفف. رمضان يعتبر هدية من رب العباد لموازنة كمية السكر في جسمنا والأنسولين. الابتعاد عن المأكولات العالية في الدهن، الابتعاد عن السكريات بأنواعها، الحلويات بأنواعها. ممكن أنه يأخذ حلى، ولكن نحاول نعطي له فاكهة أفضل كبديل صحي لمرضى السكر، ونحرص على الفواكه المنخفضة في السكريات. يعني مو أعطي مثلا بطيخ وهو مليان سكر، أو أعطي له مانجا، أو أعطي له في المقابل أقدر أعطيه تفاح أخضر، أقدر أعطيه برتقالة. هذه هي بدائل صحية نقدر نعطيها لمريض السكر وهو راضي بإذن الله. سيطر على كمية السكر عزيزي مريض السكر، هذه فرصة من رب العباد لك. شهر رمضان يعتبر موازنة بالنسبة لك، ويا مناس عندهم سكري رقم 2 انخفضت أوزانهم وخفت عندهم الأدوية اللي هم بياخدوها، وبعضهم خلاص فقد اكتفى باللايف ستايل اللي هو انخفاض المأكولات بالنسبة له والحركة. احرص على الحركة بعد الإفطار بساعتين، يعني أخذ صلاة التراويح، بعد صلاة التراويح أمشي لي على الأقل من 30 إلى 45 دقيقة، هذا حدك في اليوم. وازن أنك أنت تأخذ وجبات صغيرة خلال الوقت من بعد الإفطار إلى السحور. غير كده فترة الصيام حاول تجنب تماما الزعل، تجنب الحماقة، تجنب أنك أنت تتعاطى مع الناس، حاول أنك أنت تجلس وتحافظ على يومك وتستهلكه في العبادة والجلوس، وحاولوا رجاء فضلا لا أمرا اتقوا الله في مرضى السكر، ولا ترسلوهم خاصة في الحر في فترة رمضان في فترة الظهرية. حاولوا انكم تخلوه دائما في وقت الافطار فقط او قبل الافطار اذا ترسلوه، واذا ممكن قبلها بيوم تجيبوا الاشياء. وبكده خلصنا معطياتنا ونصائحنا لمريض السكر في رمضان. نقول لكم إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج التغذية مع جمانة مع إذاعة ألف ألف FM.